أهلا بكم من جديد. أعلنت بورصة البحرين عن إغلاق مؤشر البحرين العام عند 1533 نقطة، وذلك بتاريخ 15 من يوليو 2019، محققا ارتفاعا سنويا مقداره 14.71%، متخطيا بذلك أعلى ارتفاع له منذ 9 أعوام. وجاء ارتفاع المؤشر نتيجة الأداء الإيجابي لمؤشر البنوك التجارية، حيث كان الأفضل أداء محققا ارتفاعا سنويا مقداره 30.75%، كما حقق مؤشري الخدمات والاستثمار أداء إيجابيا بلغ 15.31% و 6.18% تباعا، في حين بلغت القيمة السوقية 9.64 مليار دينار. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.21% مقفلا عند مستوى 1538 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,122,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 870,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 94 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 9083 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.12%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5080 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.07%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2716 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.23%. وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية بالرياض مع شركة مصدر الطاقة البديلة مصدر لتمويل إنشاء مصنع ألواح الطاقة الشمسية بالمدينة الصناعية الثالثة في مدينة الدمام شرق المملكة. وقال المهندس ماجد المبطي رئيس مجلس إدارة شركة مصدر إن هذا المشروع يأتي تماشيا مع رؤية السعودية 2030، وأكد المبطي بأن المشروع تبلغ استثماراته نحو 100 مليون ريال، وذكر أنه يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط متخصص في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية. أعلن إكسبو 2020 دبي عن فتح أبوابه للجمهور لتمكينهم من الحصول على لمحة عن التحضيرات الجارية لاستقبال الحدث الأضخم في العالم، والذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي. وستتيح جولات تنظم خصيصا لهذا الغرض تعريف الجمهور بما ينتظرهم على مدار 173 يوما، ستشمل الفعاليات والاحتفالات والفنون والثقافة والابتكار من 192 دولة والملايين من الزوار من كل أنحاء العالم. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. هواوي مستعدة لاستثمار أكثر من 3 مليارات دولار حتى العام 2021 في إيطاليا وخلق 1000 وظيفة. أظهرت بيانات وزارة المالية التركية أن الميزانية سجلت عجزاً بقيمة 2.11 مليار دولار في شهر يونيو. وقالت الوزارة أن ميزانية يونيو أظهرت عجزاً أولياً يستثني مدفوعات الفائدة بقيمة 7.7 مليارات ليرة.
وبحسب الأرقام سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس الفترة من 2018. وتعتبر الليرة التركية من بين أكثر العملات تقلبا في الدول الناشئة هذا العام، وقد انخفضت الليرة بنسبة 7.6% مقابل الدولار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد أن تقوم إدارته بالنظر في إذا ما كانت شركة جوجل تعمل مع الحكومة الصينية، وهو ما سارعت الشركة الأمريكية العملاقة إلى نفيه. وجاء تصريح ترامب بعد أن قال ملياردير التكنولوجيا بيتر ثيل أن جوجل تعمل مع الحكومة الصينية ويجب التحقيق مع جوجل بشبهة الخيانة. وطلب الرئيس الأمريكي من إدارته النظر في إذا ما كانت عملاقة البحث تعمل مع الحكومة الصينية استنادا لاعتقاد حليفه ثيل. وقالت شركة جوجل أن الاتهامات لا أساس لها، وشككت في دوافع ثيل المؤيد لترامب والذي يشغل مقعدا في مجلس إدارة شركة فيسبوك المنافسة. تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.2% في الربع الثاني من العام، وهي أبطأ وتيرة في 27 عاما مع تراجع الطلب في الداخل والخارج، وذلك في مواجهة الضغوط التجارية الأمريكية. وفي حين قدمت بيانات أفضل لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في يونيو مؤشرات على التحسن، فقد حذر بعض المحللين من أن المكاسب قد لا تكون مستدامة، وتوقعوا أن تتبنى بكين مزيدا من إجراءات الدعم في الأشهر المقبلة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني قد يشكل عامل ضغط على بكين لتسريع وتيرة محادثات التجارة مع واشنطن وإتمام اتفاق تجاري بين البلدين. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات أنها مستعدة لاستثمار أكثر من 3 مليارات دولار حتى العام 2021 في إيطاليا وخلق 1000 وظيفة. وقال المدير العام لهواوي فرع إيطاليا توماس مياو إنه خلال السنوات المقبلة سيستثمرون في إيطاليا 1.9 مليار دولار للحصول على معدات، و1.2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير. وأضاف أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى إنشاء 3000 فرصة عمل، 1000 منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر.